جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول، أم دانا تسأل وتقول: إنني في رمضان وفي سنوات مضت أقوم أحيانا للسحور متأخرة، وأتناول السحور والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر إلى أن ينتهي، وقد فعلت ذلك كثيرا وذلك جهل مني، فماذا أفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ أخطأتي في هذا. وأما حكم الصيام فهذا يترتب على أذان المؤذن، إذا كان المؤذن لا يبدأ الأذان إلا بعد طلوع الفجر فإن عليك قضاء هذه الأيام لأنك تأكلين بعد طلوع الفجر. أما إذا كان المؤذن يقدم الأذان قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبالمناسبة فإن بعض العوام وكثيرا من العوام يظن أنه يجوز الأكل إلى أن يفرغ المؤذن من مؤذنه من أذانه، وهذا خطأ كبير. ليس جواز الأكل والشرب مترتبا على أذان المؤذن حتى يفرغ من أذانه، وإنما الأكل والشرب ترتبوا على طلوع الفجر. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الحد الفاصل هو طلوع الفجر.